شح الضو شاب الفتيل هيئته ختير القنديل والعتم فض الختم صار الجرح يسهل صهيل ومن وجع ايام ع درب الرحيل يزرف دمع ع غبرة الاحلام ويموت بعيونه الكلام هونيك ع حدود الغروب في قلب كله خطايا كله ذنوب عمره ندهله من العدم تيعيش مشوار الندم وفي قلب رغم الألم ما صبح حرماد بعده وهج بعده جمر بعده رهج لعياد بعده باسم الحب عالبيدر غمر سنابل سمر بعده الهنا وكل الأمر انت وأنا بعده جنى هالعمر قدامك يا ولد الزبالة اللي مثلك ما لازم تكون على الطريق لما الخواجات تكون واقفة أنا زهير كامل يا ولد احفظ هالاسم منيح وإياك تعطر الطريق مرة تانية مفهوم؟ شو يا حبوب؟ قاعد إنك جديد هون ما تكون مضيع البابا ليك بس تكون ماشي تطلع منيح فاهم؟ فهمت ولا نشرح لك اكثر؟ هون وانا عم ربش عليك، شو في شباب في شيء؟ لا سلامتك شي بشي مو شيء؟ لا عادي نعم علي تنزل على مكتب الجمارك، في ضابط فرنساوي قاعد جوا، بتعطيه هيدا المكتوب وبتقول له انه البضاعة بتوصل بكره، مفهوم؟ مفهوم يلا روح ورجع بسرعة حاضر شو عملت؟ كل شيء صار حاضر وجاهز. الليلة ساعة 12 بعد نص الليل رح نسلم البضاعة ونقبض المبلغ. انتوا أكيدين من الموعد ومن المحل؟ ما بدي مشاكل مع الفرنساوية. ما تعتلم يا كبير. كل شيء مرتب ومدروس. رجالنا رح ينطروا على خط التران بين رياق وصغية. من هونيك طيران على سوريا. هاي العملية كتير مهمة وربيحة. يعني ما بدي فيها ولا غلطة. عم تفهم؟ اعتبر انها تنفذت بنجاح كبير. صحيح انا صابر بس بوقت الجد شيطان شاطر